عرف عدد المصابين بالأمراض المكلفة ارتفاعاً ما بين 2006 و2013 بأكثر من 130%. تجاوز عدد الإصابات بالأمراض الخطيرة هذه والمزمنة في المغرب 3 ملايين حسب تقارير لجمعيات تهتم بقطاع الصحة، وهو رقم يحيل على خطيرة الأمراض التي أصبحت تهدد حياة عدد من المرضى، خاصة بسبب عجز غالبيتهم عن مواصلة العلاج نظراً لغلاء التكاليف. قبل صدور القانون التغطية الصحية الإجباري كانت هذه الأمراض هذه 31 مرض مزمن، من صدر القانون ولات 41 مرض مزمن، وهذه الأمراض المزمنة كتمنح لائحة هذا الإعفاء اللي كيتعطى لهاد الناس اللي عندهم أمراض مزمنة، كتمنح لهم التعويض 100% من المصاريف اللي كيصرفوها على في علاج الأمراض ديالهم. كيخص اللي عنده مرض مزمن يتقدم بملف او استماره كيعمرها له للطبيب المعالج ديالو، كيسحب معها واحد التقرير طبي مفصل بجميع الفحوصات الطبيه اللي كتثبت هذا المرض. يتحمل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مصاريف الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة المكلفة بنسبة 100%، شريطة أن يكون الدواء داخل قائمة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، كما يتحمل باقي الخدمات وفق نسب التعويض المحددة قانونا، وهي 100% بنسبة الاستشفاء بالقطاع العام و90% بالنسبة للاستشفاء بالقطاع الخاص. قسم المرض الروماتيزم يجب أن نديره كنترول مثل انا عند طبيب قلت منه ودي خص ديرو جيب لنا الرابور من عند طبيب ديالو سبيطار العياشي. بزاف ديال الاوراق اللي دفعناهم مازال لحد الان مازال ما توصلناش بال، يعني راه كاين اللي وصل دابا لشي 8 شهور كاين اللي عام كاع تقريبا، وباقي مع انه مرض مزمن نورمالمون كيقول لك المرض المزمن ما كيفوتش شهر، هادشي اللي قالوا لينا لانه من الوقت اللي كتدفع فيه انت الدوسي ديالك ما كيفوتش كاع شهر على اقصى تقدير كيردوا لك الثمن. دابا هو كاين اللي وصل حتى للعام وباقي ما توصلناش بالثمن. يضمن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض تحمل جميع العلاجات الضرورية للأمراض المزمنة التي تقتضي علاجات مكلفة. اللائحة تضم 41 صنف مرض تأتي التهابات الكبدية والقصور الكلوي والروماتويد المفصلي والسكري والضغط الدموي في مقدمة الأمراض المزمنة والخطيرة بالنسبة للمغاربة.